السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل الحديث في موضوع الأوتو أميونيتي. زي ما تحدثنا في المحاضرة السابقة، ذكرنا أنه أي إشكالية تحدث عندنا في موضوع التوليرانس، هذا الأمر سوف يؤدي إلى أنه يحصل عندي أوتو أميونيتي، يعني يحصل عندي immune response against myself antigen. والصحيح الحديث عن هذا الجانب هو يعني ما زال يعني السؤال لم يجب عليه بشكل يعني خلينا نسميه نقدر نلاقي حل لهذا المشكلة. ولحتى الآن طبعا كل العلاجات اللي بتحصل في موضوع الأوتو أميون ديزيزز اللي حنمر عليها إن شاء الله رب العالمين بعض من الأمثلة، ما زالت العلاجات هي بتعالج الإشكاليات بتاعت ما يترتب على المشكلة، لكن المشكلة من أساسها طبعا الحل حيكون صعب. ليش؟ لأنه بيشترك في المشكلة أكثر من جانب في هذا الموضوع بيؤدي إنه يحصل عندي أوتو أميون ديزيز. فإن جنرال لو تحدثنا يعني بشكل عام، بنتحدث عن الأوتو أميونيتي، انه انا ممكن يحصل عندي انه الانتيجين الماي سيلف انتيجين يصير فيه له ديسبلاي بشكل يعني عمليه عرض بشكل مختلف، وهذه من ضمن الاشياء. وشغلة اخرى كنا تحدثنا عنها بانه ممكن تحصل اشكاليه عندي في موضوع السلكشن، تمام، انه يكون عندي مشكله في موضوع النيجاتيف سلكشن. هذا جانب، عدالة انه في هناك عندي جوانب اخرى لها دخل في موضوع مثلا جينيتكس، تمام، في شغلات لها دخل في موضوع انفايرومنتال بيحصل عندنا هذا الكلام، كلها اسباب تؤدي انه يحصل عندنا اوتو اميون ديزيز. فلو ذكرنا على وجه السرعه في هذا الجانب، بنلاحظ انه في هناك من خلال الدراسات بانه مثلا التوينز التوائم المتماثله المونوزايجوت وجدوا ان هؤلاء الناس عندهم الاوتو اميون ديزيز اكثر من اللي هو ايش الناس اللي عندهم اللي بيكونوا دايزايجوت اللي هو التنين جايين كل واحد من بويضه. هذا من ضمن الاشياء، فمعناته بيعزي انه شغله الجينيتكس وارده في انه يحصل عندي يكون سبب في هذا الموضوع. شغله ثانيه بيجي بيقول لي مثلا انه والله سيرتين بيرسونز، يعني بعض من الاشخاص بكون عندهم والله نوع معين من الاتش ال اي تايب. احنا بنعرف في عندنا ام سي كلاس 1 و 2 زي اتش ال اي مثلا دي ار 3 او اتش ال اي 4 مثلا. في بعض من انواع الاوتوميون ديزيز هذا موجود مثلا عندي زي موضوع الدايابيتس ميليتس فور اكزامبل. هذا الشغله. شغله اخرى ممكن الاحظ او نلاحظ انه في بعض من الاشياء زي ما بيحصل عندي مثلا اوفر اكسبريشن على سبيل المثال لانترلوكين 10 اوفر اكسبريشن لانترلوكين 10، واحنا بنعرف الاوتو انترلوكين 10 هو من ضمن الخلايا عفوا من ضمن السيتوكاينز اللي ممكن تعيق اللي هو الاميون سيلز بشكل او باخر او تعمل سبريس للاميون سيلز. بعض احيان ممكن يكون عندي بعض احيان يحصل عندي انكريز الانتي ابوبتوتيك بروتين. الانتي ابوبتوتيك بروتين بيخلي الخليه تضل عايشه في وقت اطول، وممكن يؤدي انه الخليه هذه تطلع وتعمل عندي اشكاليه في انها تعطيني مثلا اذا كانت بي سيل يعطيني كلون خارج عن النص ويعطي انتي بودي ضد ماي انتيجين. هذا الكلام كله بيحصل. بعض الاحيان ممكن يحصل عندي مشكله في موضوع الكومبلمنت بشكل او باخر، يعني ممكن يحصل عندنا انه يكون عندنا نوع من الديفيشنسي للكومبلمنت، وهذا الديفيشنسي بتاعت الكومبلمنت، تمام، معناته حيكون في عندنا اشكاليه في عمليه تنظيف الاوساخ بشكل او باخر. يعني احنا بنعرف الكومبلمنت بيشبك على الانتيجين وبعد هيك بصير له ابتيك باي ماكروفيج. اذا كان في عندي مشكله في الكومبلمنت كومبوننت، تمام، فهذا حيعطي عندي مشكله في موضوع الكليرنس، وممكن يؤدي انه في الاخر يحصل عندي نوع من الاوتو اميون ديزيز من ضمن الكومبليكيشن. هذه شغلات كلها الى علاقه في هذا الامر. شغله اخرى اذا بتتذكروا ذكرنا في موضوع التوليرانس، قلنا في عندنا حاجه اسمها اجنورانس، زي ما ذكرنا في موضوع السبيرم او موضوع الكورنيا، قلنا هذول موجودين في وين؟ في بريفليج سايتس،
تمام، او دي ار سيكوسترد انتيجنز بتاعتهم، فممكن يحصل عندنا نوع من التروما او ما شابه ذلك، وهذا يؤدي انه يحصل عندي اوتو اميون ديزيز اجينست الكومبوننتس بتاعت السبيرم او الكومبوننتس بتاعت اللي هو الكورونا. هذه من ضمن الاشياء اللي احنا ممكن نلاحظها في هذا الموضوع. بعض الاحيان ممكن يحصل انه يكون عندنا حاجه بسموها مولكيولار ميميكري. ايش يعني مولكيولار ميميكري؟ انه انا تعرضت لانفكشن مثلا، وهذا يمكن طرقنا له من ضمن الكلام في خلال التحديث عن الانتيجين في الفصل السابق، انه انا بكون في عندي نوع من السيميلاريتي ما بين الانتيجين بتاع الميكروب والانتيجين بتاع ماي اون بادي. وذكرنا مثال سابقا انه الستريبتوكوكس بايوجينيز بكتيريا في هناك سيميلاريتي بالانتيجين بتاعها مع اللي هو الخلايا المصل بتاعت الهارت، وممكن يحصل عندي انتي بادي يتكون ويهاجم اللي هو الهارت سيلز، تمام، كما انه بيهاجم اللي هو البكتيريا اللي احنا بنتحدث عنها. هذا بسموه مولكيولار ميميكري بشكل او باخر. بعض احيان انواع من الفيروسات ممكن برضو تعمل زي الكوكيزاكي فيروس او اذر فيروس هيربس فيروس، ممكن يكون عندنا مولكيولار ميميكري، يعني تشابه ما بين الانتيجينات بتاعت هذا الفيروس مع الانتيجينات بتاعت جسمي. بعض احيان كمان بيجي بيقول لي انه ممكن يحصل يكون عندي نوع من الاكتيفيشن، هاي الاكتيفيشن للبي سيل نتيجه ميكروب معين، والهايلي اكتيفيشن هذا ممكن يولد عندي كلونز من البي سيلز، وتصير في من هذه الكلونز تطلع كلون خلينا نسميها مجنونه تنتج انتي بودي اجينست السيلف انتيجين. هذا امر وارد. جانب اخر، وصحيح الحديث يعني يطول في هذا المواضيع، ولكن لابد ناخذ فكره عن هذا الموضوع، انه ممكن موضوع الهرمونز ممكن يحصل عندي تيجي تقول والله مثلا انا بلاحظ الستات عندهم مشاكل اوتو اميون ديزيز زي مثلا الروماتويد ارثرايتس او مثلا سيستميك لوبس اريثروماتوسس اكثر عند الستات من الرجال. اذا هذا الكلام ممكن له علاقه بسيرتين هرمونز، ممكن كمان يكون له علاقه في المالتي بريجنانسي، يعني يكون عندي مالتيبل بريجنانسي دائما في عندنا اثاره لموضوع الاميون سيلز بتاعت المدر، لانه في عندي بيبي جديد ولما جره، فهذا ممكن يخرج عندي كلونز من البي سيل ويكون هذا ضد يعني يطلع انتي بودي اجينست سيلف انتيجين. هذه كلها شغلات ممكن تكون صوره اخرى. ممكن يحصل عندي كمان انه يكون عندي لوس للريجوليتر سيل او السبريسور سيل، تمام، وهذا اللوس للريجوليتر سيل يخلي الخلايا الاميون سيل زي تي هيلبر 1 او 2 او مثلا تي هيلبر 17 تظلها اكتف، وممكن طبعا نتيجه الاكتيف بتاعتها يطلع منها كلون يكون بالفعل يتجه انه يعمل ضد ماي سيلف انتيجين. وهناك اكيد اسباب كثيره في هذا الموضوع. اذا هذه من ضمن الاشياء اللي ممكن تكون عباره عن انترودكشن لموضوع الاوتو اميون ديزيز. ليش الاوتو اميون ديزيز؟ فعلى هذا الاساس الاشكاليه ما زالت قائمه، ومليارات الدولارات تنفق على العلاج لما هو يعني خلينا نسميه المضاعفات وما ينتج عن الاوتو اميون ديزيز، وليس الاوتو اميون ديزيز نفسه، لان القضيه هنا لها علاقه بخلايا تم انشائها، وهذه الخلايا طبعا تحتاج الى جين ثيرابي والى اشكاليات على مستوى البون مارو وعلى مستوى الستيم سيل بشكل او باخر. تمام، إذن هذا المقدمة لابد منها عساس نحاول نجاوب نوعا ما ليش الأوتو أميون ديزيز هي عبارة عن مشكلة في حد ذاتها، لأنه في عندنا more than one factor مسؤول عن الأوتو أميون ديزيز في هذا الجانب. نيجي نتحدث بشكل عام، قلنا الأوتو أميون ديزيز، تمام، أنه هي عبارة عن مشكلة بتدمر الانتجريتي بتاعت السيلف توليرانس. طبعا اكيد مثلا دخلنا على اوتو اميون ديزيز معناته في عندي انا مشاكل في التوليرانس، صار فيها خلل سواء كان على مستوى السنترال او على مستوى البريفرال بشكل او باخر. بيجي بقول لي انا كمان انه الاوتو اميون ديزيز ممكن تكون عباره عن اورجان سبيسيفيك او تكون سيستميك ان جنرال، بمعنى انه ممكن يكون عندي اورجانيك سبيسيفيك وير ذا اتاك اوكير فور سيرتين اورجان. يعني انا والله مثلا عندي تشكل انتي بودي، هذه الانتي بودي بترتبط مثلا على الانتيجينات بتاعت مثلا مرض معين اسمه جريفز ديزيز او المستينيا جريفز اللي هنحكي عنهم الان، مشاكل على مستوى الغده
طبعا او على مستوى الاسيتيلكولاين ريسبتور او على مستوى الثايرويد ستيمولينج هرمون ريسبتور زي ما حنشوف في هذه الامراض. ممكن يكون غير الاورجون يكون سيستميك، انه يكون عندي اشكاليات تحصل في اكثر من اورجان في داخل جسمي، وهذا بنسميه سيستميك، وهذا من ضمنهم حاجه بسموها سيستميك لوبس اريثروماتوسس، او عندي روماتويد ارترايتس ممكن يحصل عندي في اكثر من مكان في جسمي، عنده مشاكل على مستوى الاوتو اميون ديزيز. اذا هذا جانب. اذا الاوتو اميون ديزيز كان بي ديفايدد زي ما قلنا اورجان سبيسيفيك، او يكون عندي عباره عن سيستميك ان جنرال. اوكي، هنا بيوضح لي ملاحظه، بقول لي اعرف انه زي ما ذكرت من خلال الحديث يعني السابق، بانه في عندنا سيرتين تايب اوف اتش ال اي دي ار و اتش ال اي دي كيو، تمام، في هناك نوعا ما مصاحبه، وهذا الكلام طبعا بيحصل من خلال دراسات. يعني هم مثلا لما اي تحدثوا على اتش ال اي دي ار 3 اتش ال اي دي ار 4 قالوا وجدوا دراسة على موضوع الناس اللي عندهم ديابيتيك، وجدوا انه اغلب الناس او نسبة كبيرة من الناس عندهم هذه النوع من الـ MLC class 2. طبعا ليش هذا خاصة؟ طبعا هنا انك تجاوب جواب شافي ممكن يكون صعب، لكن ممكن احنا نفسر ونقول انه ممكن هذا الـ HLA او الـ MLC class 2 بهذا التايب بتاعه ممكن يعمل افينيتي اكتر للتي سيل ريسبتور، يعمل اكتيفيشن للتي سيل ويطلع منها كلون نوعا ما يهاجم ماي اون سيلز. هذا امر برضو وارد وتفسير احنا ممكن نفكر فيه. هذه صوره برضو اخرى بتحاول برضو يعني نوعا ما تعمل لي سمري للاشياء اللي انا ذكرتها في السابق، بمعنى انه بيقول لي والله انا ريليز اوف سيكوستر انتيجين. اذا فهمنا ايش معنات ريليز اوف سيكوستر انتيجين، وفي عنا ان ابروبريت اكسبريشن ام ات سي. طبعا قلنا الام ات سي كلاس ممكن يكون عندها نوع معين ويصير في عنا اكسبريشن بشكل او باخر للبيبتايد، وهذا حيعمل هاي افينيتي ممكن ياثر على هذا الامر. الشغله الاخرى انه ممكن يكون عندي كروس رياكشن او موليكولار ميميكري زي ما احنا شايفين. هذا الامر بشكل او باخر حيولد انه يحصل عنا في الاخر يكون عندنا ممكن يؤدي انه يكون عندي انفلاميشن جامد، او ممكن يكون عندي تيشو دامج بشكل او باخر نتيجه الاكتيفيشن للسيلز اللي احنا نتحدث عنهم، تمام. او مثلا والله التي هيلبر ساعدت البي سيل بشكل او باخر بحيث انه يصير في عندي بولي كلونال اكتيفيشن من البي سيل، كلونز الوت من البي سيل، واحد من هذه الكلونز اعطتني انتي بودي، وهذا الانتي بودي كان ضد الانتيجين بتاعنا اللي احنا بنشوف في هذا الموضوع. طيب بقول لي انا بروبوست ميكانيزم فور اندوسينج اوتو اميون ديزيز زي ما ذكرنا في هذا الجانب. هنا برضو بتطرق لبعض من الامثله في موضوع الموليكولار ميميكري. احنا ذكرنا موضوع الموليكولار ميميكري انه انا في عندي سيميلاريتي ما بين الانتيجين بتاعت الميكروب بغض النظر سواء كان بكتيريا او سواء كان عندي فيروس، تمام، انه في سيميلاريتي، وهذه السيميلاريتي عملت لي كروس رياكشن وصار عندي كلون مجنون. هذا الشغله. وهنا طبعا ذكر لي عده امثله منهم ستريبتوكوكس انفكشن اذا كان عندي كروس رياكت مع المايوكارديال بروتين، وممكن يحصل انه يعمل لي مايوكاردايتس. بقول لي مثال اخر البوليو فيروس في بي 2 بروتين مع الاسيتيلكولاين ريسبتور. يعني الناس اللي عندهم جريفز ديزيز، تمام، او عفوا مستينا جريفز ديزيز عندهم مشاكل على مستوى الاسيتيلكولاين ريسبتور زي ما حنشوف الان في عنا تشابه. وجدوا انه في بعض من الناس اللي عندهم هذا المرض، اوكي، وجدوا انه عندهم ايش صار، كان عندهم بوليو فيروس انفكشن، لكن مش شرط يكون، لكن هم وجدوا الميزلز فيروس بروتين بي 3 مثلا مع المايلين بيسك بروتين، وهذه اللي هي ممكن تعمل مشاكل على مستوى النيرف سيل زي ما حنشوف ليتر اون ان شاء الله. بابيلوما فيروس مع الانسولين ريسبتور، اذا هذه كلها عباره عن موليكولار ميميكري. كمان عندنا الكلاميديا تريبانوسوما كروزي ممكن يؤدوا انه يصير عندي مايوكارديتس نتيجه الكروس رياكشن. الاناتوميكال بديش اعيد وازيد زي ما ذكرنا في موضوع اللي هو قلنا السبيرم وموضوع الكورنيا انه في عندنا ايش اناتوميكال التريشن نتيجة الـ عفوا اناتوميكال التريشن ان تيشو انه حصل في عندي
تروما زي ما ذكرنا، وهذا التروما عملت لي اشكاليه انه صار عندنا اكسبوز للخلايا بتاعت التستس او مثلا خلايا بتاعت الكورنيا للاميون سيلز ان جنرال. بقول لي مثال هنا اخر في ظل السياق نفسه، بقول لي تايب 1 دايابيتس شو حاجه بسموها كونكوردانس، يعني كلمه كونكوردانس هنعد عليها ان شاء الله في الميديكال جينيتكس، بمعنى او باخر انه وجدوا في المونوزايجت توينز زي ما قلنا وجدوا نسبه الناس اللي عندهم دايابيتس واحد اكثر او تقريبا تصل ل 35 ل 50% من الناس اللي عندهم دايزايجت توينز. تمام، يعني في هناك نوع من التجانس. كمان بقول لي انه الهرمونال انفلونس، الهرمونال زي ما ذكرت في الموضوع يعني في البدايه، انه الستات اللي عندهم مشاكل في موضوع الاوتوميون ديزيز ممكن يكون سببه هرمونال افكت، او ممكن يكون في عندنا على سبيل المثال مالتي بريجنانسي يكون سبب من هذه الاسباب. نيجي نطلع على انواع الاوتوميون ديزيز. اذا بقول الاوتوميون ديزيز انا ممكن اقسمها الى نوعين، اوتوميون ديزيز مديتد باي انتي بودي، وراح نتحدث ليتر اون على اوتوميون ديزيز لها علاقه في التي سيل بشكل عام. لما نيجي نطلع بشكل عام للانتي بودي في داخل جسمي، من باب الاشكال انه الانتي بودي هو بدوره ممكن يعمل عمليه اوبزونايزيشن. ايش يعني اوبزونايزيشن؟ انه والله انا انتي بودي شبك لي على الريد بلاد سيل على سبيل المثال، تعال يا كومبلمنت ممكن دمر هذه الخليه ويعمل لي هيموتيك انيميا، او مثلا يقول للماكروفيش تعال يا ماكروفيش خدينا بالانتيجين انتي بودي رياكشن، او ممكن يحصل الانتيجين مع الانتي بودي يعمل ديبوزيشن. تمام، بعض الاحيان مايكروب شبك عليه انتي بودي وماشي في السيركوليشن راح عمل ديبوزيشن في الكدني في الجلوميرولاس وعمل جلوميرولو نيفرايتس. بعض احيان هذا الاوجه او خلينا نسميها هذه عباره عن وجوه من الاوجه المتعدده اللي ممكن يعمل فيها الانتي بودي مشاكل لجسمي. الشغله الثالثه انترفير ويد فانكشن، يعني بعض احيان انتي بودي بيشبك على ريسبتور وبيخلي دائما السيجنال شغاله بحيث انه بعد هيك يصير عندي مضاعفات فيها اشكاليه على مستوى الاميون ريسبونس. هذا بشكل عام على الانتي بودي. نيجي نطلع على امثله الانتي بودي اللي هو عفوا ميستينيا جريفز اول واحد. تمام، الميستينيا جريفز هذا امر له علاقه بالاسيتيل كولاين ريسبتور. اسيتيل كولاين ريسبتور ايش يعني؟ مختصر الحديث هنا زي ما ذكرنا بالسلايد اللي قبل هيك، قلنا بعض الاحيان ممكن يحصل الكروس رياكشن نتيجه مثلا فيروس انفكشن. المهم ممكن يكون نتيجه فيروس انفكشن، نتيجه اشكاليات اخرى احنا طبعا اكيد ما عندناش خلفيه عنها، لانه لو عندهم خلفيه كان زمان حلت المشكله، انه بصير في هناك وجود انتي بودي. تمام، هذا الانتي بودي بروح بيشبك على الاسيتيل كولاين ريسبتور. احنا بنعرف الاسيتيل كولاين از فيري امبورتنت على اساس يعمل عمليه المصل كونتراكشن. تمام، انه بصير في عند الاسيتيل كولاين بينتقل من النيرف سيل لاذر نيرف سيل، وفي هناك بصير الاسيتيل كولاين هذا عباره عن حلقه توصل عشان يعمل عمليه اللي هي الكونتراكشن بروسيس. في حاله انه الاسيتيل كولاين ما شبكش على الريسبتور بتاعه، معناته حيحصل عندي مصل ويكنس وحيصير نوع من الريلاكسيشن، وحنشوف اللي هو منظر في هذا الامر. اذا معناته مش حيصير عندي بالز ولا حيصير عندي اللي هو عبور للنيوروماسكولار جانكشن في هذا الامر، فحيحصل عندي نوع من الريلاكسيشن للمصل وحيكون عندي مصل ويكنس. اذا ايش اللي بصير عندي؟ الاوتو انتي بودي هيجي يشبك عندي هنا زي ما احنا شايفين في الصوره. الوضع الطبيعي هنا بيجي الاسيتيل كولاين على الريسبتور بتاعه وبصير عندي السيجنال ويصير عندي المصل كونتراكشن والمصل اكتيفيشن. هنا ايش اللي بيحصل؟ انه الانتي بودي بيشبك على الريسبتور، فايش مش حيكون في هناك مكان للاسيتيل كولاين يشبك، فمعناته هيحصل عندي مصل ريلاكسيشن لانه ما فيش هناك سيجنال. هذا الامر ايش بيستدعي؟ بيستدعي ما دام في عندي انتي بودي شبك هيجي عندنا كومبلمنت، والكومبلمنت هيشبك على الانتي بودي وحيمكن يعمل لي عمليه ايش؟ انفلاماتوري بروسيس. تمام، يصير عمليه تدمير للخلايا بشكل او باخر، وهذا من ضمن الاشكاليات بتاعه اللي هو الاوتو اميون ديزيز على مستوى الماستينيا جريفز. هنا بنلاحظ كيف في عندنا اللي هو ويكنس في اللي هو الجفون بتاعت العين لهذه الست، وهنا الصوره طبعا عندنا واضحه، انتي اسيتيل كولاين انتي بودي
prevent muscle from responding to neurocoli to neuronal impulse عفوا. هنا الريسبتور هاي الانتي بودي وحصل عندنا نوع من البلوك. اذا ما صار عندي مشكله انه نو انفلاكس للصوديوم ومش حيحصل عندي عفوا muscle contraction. بيجي بقول لي ملاحظه انه هدول الناس ممكن يصير انه المدر عندها مستينيا جريفز تمام، فبقول لي اذا كان عندها ويوجد عندها انتي بودي ممكن يحصل انه يكون عمليه ترانزيت تمام، يصير عندي مسل ويكنس عند البيبي الى ان الانتي بودي هذه خلص تروح، لانه هو اصلا ما عندوش مشاكل على مستوى جينيتكس مثلا، ما عندوش مشاكل على مستوى انفكشن اند سو اون تمام، ولكن من خلال البلاسينتا بيحصل كروس بلاسينتا لهذه الانتي بودي اللي بتشبك على الاسيتيل كولاين ريسبتور وممكن تعمل ويكنس لسيرتين بيريود وبعد هيك يصير في ريكفري عادي. هذا الكلام ممكن يحصل. فكمان بيجي بيقول لي انه الناس اللي عندهم ستينيا جريفز هذول عندهم اسوشيشن مع الاتش ال اي دي ار، واحنا فهمنا ايش المقصود في انه عنده مثلا ارتباط مع الاتش ال اي دي ار، ممكن له علاقه في موضوع تفعيل الانتي بودي برودكشن من خلال الاكتيفيشن تاعت البي سيل من خلال طبعا التي هيلبر اللي احنا تحدثنا عنها في خلال الفصل الماضي. عندنا مرض اخر اسمه جريفز ديزيز. جريفز ديزيز هذا برضو سهل، انه انا بعرف انه في عندي تيرويد ستيمولاتينج هرمون بيخرج عندي من البيتيتوري جلاند بروح عندي على التيرويد جلاند ومن خلال المستقبل تاعه بصير في تحفيز لانتاج التيرويد هرمون اللي احنا عارفينهم التي 3 والتي 4 وهلم جرى. اذا اللي بصير عندي بعض احيان انه التي اس اتش هذا بدل ما يشبك على الريسبتور بروح بشبك اوتو انتي بودي على الريسبتور، والاوتو انتي بودي على الريسبتور لما بيشبك فمعناته حيعمل برضه نفس الشيء ستيميوليشن وحيطلع عندي اللي هي الهرمونز بشكل كبير، فهذا ممكن يساعد في عمليه ايش الهايلي بروليفريشن وهايلي برودكشن من خلايا التي سيل سواء كان التي هيلبر او التي او البي سيل، وهذا بدوره حيعمل اكتيفيشن للخلايا هذه، ممكن يطلع من كتر الاكتيفيشن الكلون مجنون او بالمعنى الاصح ينتج انتي عفوا يعني مش مجنون يعني تكون في هايلي اكتيفيشن للتي سيل، وهذا حيأثر انه في عندنا سيتوكاينز الوت حتطلع، ممكن يصير عندي انفلاماتوري رياكشن في اكثر من منطقه عندنا في الجسم. اذا بنلاحظ احنا هنا الانتي تي اس اتش ريسبتور انتي بودي كونتينوس ستيميليت برودكشن اوف تايرويد هرمون، فهنا ايش بسموه بقول لي كمان انه الناس اللي عندهم طبعا ما دام عندي انا هايلي اكتيفيشن فبتحس في عندنا انلارجمنت للتايرويد جلاند عندنا، فبصير عندي هايبر اتروفي هايبر تايرويديزم عفوا هايبر ايش تايرويديزم سوري هايبر تايرويديزم بكون موجود عندنا. فكمان زي ما ذكرنا في موضوع الجريفز ديزيز ماستينا جريفز برضو في الجريفز ديزيز ممكن يحصل انه الستات يكون عندهم هذه المشكله ويطلع انتي بودي من الست على بلاسينتا ويروح على البيبي ويكون عندي برضو هايبر تايرويديزم عند البيبي لفتره معينه الى ان ينقضي اللي هو الانتي بودي بشكل عام ويحصل يرجع ثاني البيبي طبيعي بدون ما يكون عنده هايبر تايرويديزم. هذا شغلة على مستوى الانتي بودي. كمان في عندنا حاجه بسموها سيستميك لوبس اريتروماتوسس. ايش يعني سيستميك لوبس اريتروماتوسس؟ سيستميك طبعا من السيستم انه في اكثر من اورجان. الشغله الثانيه انه في عندنا نوع من الريدنس بيحصل عندنا في موضوع الفيز زي ما انت شايف وكانه شكل الفراشه. هذا عباره عن كرونيك ديزيز طبعا، لكن ايش اللي بيصير عندنا في هذا الموضوع من ناحيه المولكيولار بيسك بتاعته؟ طبعا قبل ما نتحدث عن المولكيولار بيسك طبعا في عندنا انسيدنس له كل 700 نفر ممكن يحصل عندنا واحد يكون عندهم هذا الامر، وبتراوح من سن 20 الى 60 في هذا الموضوع. طبعا الموضوع هنا له علاقه في موضوع انتيجين انتي بودي رياكشن تمام. الانتيجين انتي بودي رياكشن هذا بكون عندي a lot of antigen antibody reaction a lot of these complex، وهذا الكومبلكس هيروح يعمل بريسيبيتيشن عندنا في الهارت، ممكن يعمل بريسيبيتيشن في الجوينت في السكين في اللان. ايش اللي بصير عندنا في هذا الجانب؟ بقول لي بيحصل عندنا انه في عندي انتي بودي اجينست ذا نيوكليير ماتيريال.
يعني ممكن في عندي ار ان اي، او عندي مثلا دي ان اي، او عندي دي ان اي مع شويه بروتين نيوكليوسوم، تمام، انه بصير في عندنا الخلايا لما بيحصل لها نوع من الابوبتوسيس بيكون موجود. عاده في الاصل انا مش لازم يكون عندي انتي بودي اجينست ماي جينيتيك ماتيريال، لكن بيحصل بشكل او باخر انه يوجد هناك انتي بودي بتروح تشبك على الجينيتيك ماتيريال اللي بصير لها ريليزنج بعد الخلايا بصير لها ابوبتوسيس، لانه كل خلايا بصير لها ابوبتوسيس. وهنا بيكتر عندي الارتباط ما بين الانتي بودي والانتيجين، الدي ان اي ماتيريال او الار ان اي او النيوكليوسوم. احنا عارفين النيوكليوسوم اللي عباره عن البيسك يونت بتاعت الدي ان اي، تمام. وهذا اللوت اوف كومبلكس، الخلايا الماكروفيج مش هتقدر تستوعب كل الكومبلكس هذه الموجود عندي وتعملهم فاجوسيتوسيس، فبيحصل عندنا نوع من الديبوزيشن. فهذا الاساس سموه سيستميك، تمام. هذا اللي بيحصل عندنا في هذا الموضوع. طبعا ايش اللي صار زي ما ذكرت، طبعا انفايرومنتال، ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون هرمونال، تمام. هذا ممكن يأثر، كله أثر على سيرتين فاكتور معين وأوجد عندنا هذا الأمر. فبقول لي انجينور كمان وجده، اوكي، بقول لي تيريجوليتري سيل وجدوا عند بعض من الناس اللي عندهم لوبس، هذول الخلايا التيريجوليتري اللي بيحطوا خلايا المناعة اللي صارت ألوت وصارت أكتيف، بيحبطوا خلايا المناعة بحيث انه يحصل في عنا عفوا التي ريجوليتري سيلز بيحصل لها نوع من السبريشن، وجدوا انها بتكون معرضة للابوبتوسيس او بتدخل على البروجرام سيلد. نيجي نطلع هنا للكلام اللي تحدثت فيه انه سيستم كلوبس اريتروماتوسس، بقول لي هنا يوجد عندي زي ما انتم شايفين هنا خلية البي سيل، وهي التي هيلبر 1 سيل، اوكي. الان هيحصل عندي كونتاكت فيري ويل واكتيفيشن هاي، تمام، من خلال اخذ هذا النيوكليوسوم. ها اذا النيوكليوسوم سواء كان بروتين مع دي ان اي مع بعض، تمام، واحنا عارفين الهستون مع الدي ان اي، في هناك ريسبتور له طبعا قلنا في السيركوليشن او ريسبتور على السيرفيس بتاعت البي سيل، بياخده طبعا وبيعمل برزنتيشن لمين؟ طبعا للبروتين، مفهوم الكلام هذا واضح. لكن بيحصل عندي انتي بودي بيعمل اتاك للنيوكليوسوم، او ممكن يحصل عندي اتاك وجود انتي بودي اخر للنيوكليار ماتيريال، وبيعطيني في الاخر بلازما سيل، تمام، اكتيفيتد، اوكي، ضد مين؟ ضد الاتش 1 اللي بيكون موجود في داخل او في النيوكليوسوم، تمام. اذا هذه من ضمن الاشياء اللي بتعيشها الناس اللي عندهم سيستم كلوبس اريتروماتوسس. اوكي، اذا سواء كان تي هيلبر او تي او بي سيل، كلهم الان الدايركشن تاعهم انه يصير اكتيفيشن، يعني هذا البرزنتيشن اوجد هذا الكونتاكت الهايلي افينيتي كونتاكت، انه صارت البي سيل اكتيف وتحولت الى بلازما سيل واعطت الانتي بودي بشكل او باخر. طيب واللي في عندي جينيتك فاكتور، طبعا له علاقه في الاتش ال اي دي ار 2 او 3، هذا من ضمن الكلام من خلال طبعا دراسات، وتكون النسبه اكثر 5 مرات من الناس اللي ما عندهم مش هذا الامر. وبعدين وجدوا في اشياء اخرى لها علاقه في جينز انكودنج انترفيرون ريجوليتوري فاكتورز، يعني وجدوا انه في الجينز المسؤوله عن الريجوليشن بتاعت انتاج الانترفيرون صار لها فاريشن، ممكن خلت الانترفيرون ينتج بشكل اكبر. لها علاقه بعض احيان اكتيفيشن في بعض من الترانسكريبشن فاكتور زي الستات 4، اوكي، موجود هذا الامر، صار في اكتيفيشن لهذا الترانسكريبشن فاكتور، واكيد هذا الترانسكريبشن فاكتور بدوره ساعد في موضوع الانتي بودي برودكشن. كمان ايش بحكي لي في ان ذا سيستم كلوبس اريتروماتوسس ذير از ايفيدنس فور ديفكتيف فاجوسيتوسيس اوف ابوبتوتيك سيل ريزلتنج ان اكسسبيليتي اوف مالتيبل سيلولار انتيجنز تو اميون سيستم. كمان بقول لي وجدوا انه احنا قلنا الماكروفيج مش هتقدر تستوعب هذا الكم الكبير من هذا الكومبلكسز، لكن وجدوا انه كمان في عندنا نوع من الديسفانكشن صارت عندي في الفاجوسايت في عمليه البلع. از ويل از كمان وجدوا انه صار في عندنا ريليزنج ا لوت اوف بروتين بسموه هيت شوك بروتين، مر علينا الاسم هذا، والنيوكليير كومبوننتس، تمام.
ومعناته احنا بنكون خرجنا على النص في هذا الجانب. فهنا كمان بيتحدث بيقول لي انه بعض اجزاء من الدي ان اي زي ما قلنا سي جي او سي بي جي ايلاندز، هذه ممكن يعني تشبك على التول لايك ريسبتور 9، تمام. وهذا التول لايك ريسبتور 9 لما يشبك عليه هذا المناطق الدي ان اي ممكن برضو يساعد في عمليه الاكتيفيشن للخلايا بشكل او باخر، تمام، اللي هي التول لايك ريسبتور 9. بيجي كمان بتقول لي من ضمن الاسباب deficiency in C4B and C3B result in failure to clear immune complex. قلنا انه وجدوا عند الناس اللي عندهم سيستم كلوبس ريتروماتوسس في هناك نقص ل 4B واللي هو 3B وجد عندهم، وكمان ذكروا انه اكثر من 80% من هدول الانديفيديوال عندهم deficiency ل 1 و4 و2. يعني في بعض من الدكاتره بروح بطلب عشان يعمل نوع من الكونفورميشن يطلب ايفالويشن للسي 1 او سي 4 او سي 2 عشان ياكد موضوع اللي هو السيستم كلوبس اريتروماتوسس. كمان وجدوا انه الانترلوكين 10 عند هذول الناس عالي، لانه اكيد الانترلوكين 10 بيعمل اميون سبريشن للانتيجن بريزنتنج سيل. غير هيك وجدوا كمان الانترلوكين 10 انه بيعمل اكتيفيشن للبي سيل، تمام، وبيعمل انه يصير عندي بولي كلونال اكتيفيشن للبي سيل. وصحيح احنا عارفين الانترلوكين 10 بيعمل نوع من السبريشن للخلايا التي هي البر تي هي البر 2، لكن وجدوا على جانب اخر انه البي سيل بصير لها هايلي اكتيفيشن من خلال الانترلوكين 10 بشكل عام. الكلينيكال بيكتشر بتاعت هذول الناس طبعا في عندهم راش، عندهم اريترايتس وجلوميرولونفرايتس، ممكن بعد هيك يصير عندهم مشاكل انه خلايا بي سيل مجنونه تطلع انتي بودي ضد الريد بلاد سيل، ضد الترومبوسايت او ضد الوايت بلاد سيل. ممكن يحصل عندنا هذا الكلام، تمام، ممكن يحصل عندنا هيموليتيك انيميا ترومبوسايتوبينيا، ويحصل عندنا انتي دي ان اي طبعا انتي بودي اجينست. هذا كلام كله ممكن يحصل. وطبعا في هناك دراسات صارت تقسم السيستم كلوبس، اوكي، انه بيقول لي انه في السيستم كلوبس بيقولوا انه قبل ما يحصل عندنا السيستم كلوبس ممكن تلاحظ في ناس عندهم انتي نيوكلير انتي بادي موجوده قبل ما تظهر عندك الكلينيكال بيكتشر، او انتي فوسفوليبيد انتي بادي. هذا بيقول لي دلاله على انه يصير هذا الكلام، ممكن يحصل وجوده قبل سنين مما ببتدا تظهر عندي السيستم كلوباس اوروترو ماتوسس. كمان بقول لي دوز في ناس اخرين انه بكون عندهم السيمتومز، بكون عندهم انتي بادي لبعض من انواع البروتينات زي ما احنا شايفين انتي اس ام انتي ريبونيوكلير بروتين، وهذول الناس يعني اذا وجد هذه الانتي بادي اعرف انه موجود عنده سيستم كلوبس اريتروماتوسس والديزيز ما زال موجود. بقول لي هنا ذا اوبزرفيشن ذات وان جروب اوف اوتو انتي بودي بريسيدز سيمبتومز ان سيستم كلوبس اريتروماتوسس اند ذات انذر جروب ابير كوينسيدنس وذ ذا فينوتايب سترونج سجست ذات ذا جروب ميد ديستينكت ايفنت ان ذا فبقول لي انا يعني حتلاحظ نوعين عندهم زي ما ذكرنا اللي هم الجملتين اللي الموجودين في الاعلى، هنا ذكرهم كفقره ليس الا، انه ناس عندهم بريسيدنج يعني عندهم من قبل في عندهم انتي بادي ضد الفوسفوليبيد او ضد النيوكليير ماتيريال، وناس ممكن تلاحظ انتي بادي صارت عندهم مع السيمبتومز. وهذا طبعا لما احنا نعمل بيعطيني دلاله على انه احنا هنا في الاول انه ممكن يصير عندنا اسال اي ندير بالنا، والثاني طبعا بيعطيني دلاله انه كيف بنقدر احنا نعالج الاسال اي او نعالج، بلاش نقول نعالج او نخفف الاعراض والتبعات بتاعت هذه المشكله. عندنا ديزيز اخر اسمه برينشس انيميا، برينشس انيميا عفوا، هذه من ضمن بتتذكروا ذكرتهم في الهيماتولوجي درستم الميجالوبلاستيك انيميا اللي بتجيني نتيجه الفيتامين بي 12 والترينسيك فاكتور ديفيشنسي. هنا في عندنا في هذا البرينشس انيميا انه في عندنا الانترينسيك فاكتور اللي بيساعد في دخول الفيتامين بي 12 في داخل الانتستين، تمام، بكون في ديفيشنسي عليه له. ومن ضمن الديفيشنسي بتاعت الانترنسيك فاكتور طبعا هو بيخرج من البرايتال سيل الموجوده عندي في الاستومك،
بكون في عنا ديفكت في انتاجه، او ممكن يصير في عندي انتاج لانتي بادي ضده، فحيمنع ارتباط البي 12 مع الانترنسك فاكتور، وحيمنع ايش دخول البي 12 للانتستين. اوكي، هذا عباره عن اوتو اميون طبعا ديزيز من ضمن الانتي بادي اوتو اميون ديزيز. في عندنا ديزيز اخر طبعا في امثله كثيره بسموه جود باستر سيندروم. اوكي، انه بتلاحظ في عندنا في اللنج صار في عندنا هومورج، عندنا جلوميرولونفرايتس، تمام، انه في عندنا انتي بادي ضد البيزمنت ممبرين بتاعت الكولاجين بروتين تايب 4. كمان في عندنا ديزيز اخر انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتيجين اللي بسموه انكا، تمام، انه بقول لي في بعض احيانا بيحصل وجود انتي بادي ضد انواع من انواع الانزيمات موجوده في داخل النيوتروفيل، تمام، بروتينيز 3 ومايلوبروكسيديز، هذول موجودين فين؟ في النيوتروفيل. الان صحيح كيف انتي بادي ضد هؤلاء الانزيمز، تمام، بيعتقدوا هم انه هذه البروتينات جزء منها بيصير له اكسبريشن على السطح بتاع الخليه، تمام، وبيحصل عندي وجود انتي بادي اجينست، فبصير عندي ايش انتي نيوتروفيل انتي بادي. هذا الفحص برضو بيعمل في بعض من المختبرات بسموه انكا تيست، تمام، انه يوجد عندي انتي بادي اجينست ده بروتينيز 3 او مايلوبروكسيديز بتاعات النيوتروفيل موجود عندنا في هذا الامر. اذا هنا هيك بننهي احنا بعض من الامثله التي لها علاقه في الانتي بادي ديبندنت اوتو اميون ديزيز. عندنا المستينيا جريفز اللي بتتعلق في موضوع الانتي بادي اجينست السيتو اسيتيلكولاين ريسبتور، وعندنا جريفز ديزيز له علاقه في الثايرويد هرمون، عفوا الثايرويد ستيمولاتينج هرمون ريسبتور. عندنا سيستميك لوبس اريثروماتوسس، وكذلك عندنا البيرنيشس انيميا والجود باستر ديزيز والمرض الانكا اللي هي انتي نيوتروفيل انتي بادي. المره القادمه ان شاء الله بنحاول نتطرق الى الاوتو اميون ديزيز لها علاقه بالتي سيل، وهنا طبعا هتحس انه صحيح لها علاقه بالتي سيل، لكن في الاخر صار وجود عندي لا انتي بادي. لكن الان صار هناك تصنيفات للديزيزز، زمان ما كانش يصنفوا لانه اختلطت الامور تي سيل مع الانتي بادي وهلم جره، لكن الان صار عندنا تصنيف انتي بادي ديبندنت وتي سيل ديبندنت. ان شاء الله نكمل في المحاضره القادمه، والسلام عليكم.